شحينة لنيل جائزة الأوسكار لهذا العام وسط ضبابية التوقعات. الترشيحات الخاصة بالدورة 95 أعلنتها الأكاديمية استعداداً لإعلان الفائزين يوم 12 من مارس. ومن المرشحين لفيلم تصوير فيلم أفاتار The Way of Water، ومن أبرز المرشحين لأفضل ممثل أوستن باتلر عن فيلم ألفيس، وأفضل ممثلة قد تكون كيت بلانشيت عن فيلم تار، وأيضا الممثلة آنا دي أرمس وذلك عن فيلم بلوندي، أو أفضل مخرج قد يكون مارتن مكدونا الذي أخرج فيلم، وهذا الفيلم الذي يتحدث عن حريات جميلات، وهو أيضا المؤلف للفيلم المرشح كذلك لجائزة أفضل سيناريو لنص كتب للسينما. ومن أبرز المخرجين أيضا روبن أوسلوند بفيلمه تريانجل أوف سادنس، وأيضا أفضل فيلم رسوم متحركة قد يذهب لبينوكيو للمخرج غيليرمو ديل تيرو، أو ربما لبوسن بوتس ذا لاست ويش